السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع اللوبوس، وهو من موضوعات الأكيد إنها مهمة جدا. ودكتور جيمس يمكن من أكتر الناس اللي اشتغلت في اللوبوس وبدأت تعمل ريسيرشز كتيرة جدا، ومن أهمها إنه قدر يعمل لنا كلاسيفيكيشن من اكتر الكلاسيفيكيشنز المستخدمة واللي بتسهل عليك انك تعرف كل الاسبيكتس لقصة اللوبس في الجلد. فقسم الكوتينيوس لوبس الى سبيسيفيك كوتينيوس ليجنز and نون سبيسيفيك كوتينيوس ليجنز. السبيسيفيك في عندنا الاكيوت كوتينيوس ال اي اللي هو سيستميك لوبوس، وده مش موضوعنا النهارده. وفي كمان سب اكيوت والكرونيك كوتينيوس ال اي، وده اللي يهمنا جدا النهارده. وفي كمان اذر كوتينيوس سبيسيفيك ليجنز. فهنبدأ الاول بالكرونيك كوتينيوس ال اي، واللي بيشمل عندنا الديسكويد لوبوس، واللي بنرجع تاني نقسمه الى localized او generalized او widespread والhypertrophic type. وفي عندنا variants زي التيومد LA واللوبوس بانيكوليتس وكمان the chilblain lupus، بالإضافة إن في مجموعة من ال non-specific cutaneous lesions ممكن نشوفها مع حالات اللوبوس. فاللي يهمنا أكتر واحد واللي يعتبر pure skin هو ال chronic cutaneous LE. وهو الحقيقة إن دكتور جيمس بعد ما حط الكلاسيفيكيشن تقريبا كان مبسوط جدا، وبدأ إن هو يحتفل، ويبدو إن موضوع اللوبوس بالنسبة له كان حاجة لطيفة جدا، وياريت إحنا كمان نستمتع وإحنا بنذاكر اللوبوس لأنه حقيقي موضوع مهم. هنبدأ بالديسكويد. الديسكويد او الكرونيك كوتينيوس ال اي زي ما انتم عارفين كل الكونكتيف تيشو ديس اوردرز للاسف بتكون اكتر في الفيميلز، وبالنسبه للدي ال اي بيبقى اكتر كمان البيك ايج اوف اونست ات ذا فورث ديكيد اوف لايف ان فيميلز، وبيبدا يظهر في وقت متاخر عن كده في الميل بيشنتس، لكن اغلب الحالات هنشوفها اكتر في ميلز. مفيش مانع ابدا ان احنا شفنا وهتشوفوا حالات دي ال اي في ميل بيشنتس. ازاي وليه بيحصل الدي ال اي؟ مفيش اكزاكت باثوجينيسيس او اسباب واضحه، لكن في مجموعه من البريديسبوزنج فاكتورز ومجموعه من الثيوريز والاكسبلانيشنز اللي بتحاول انها تشوف ازاي وليه حصلت المشكله. من اهم البريديسبوزنج فاكتورز السان اكسبوشر ودور الالترا فايلوت، علشان كده هتلاقوا بعض الحالات كمان بيحصل لها اكسيربيشن في فترة السمر، ويمكن 50% من الكيسز معرضين ان يحصل لهم سيزونال اكسيربيشن اكتر في فترة السمر تايم. كمان الستريس زي كل الاميون ميديتد ديس اوردرز من التريجرينج فاكتورز، بالاضافه لمجموعه من الدراجز، واللي ممكن تكون فعلا سؤال مهم في الام سي كيوز، ايه هي الدراجز ذات كان بريسبيتيت اور اكسيربيت ا كيس اوف دي ال اي. من اشهرهم حاجات بنستخدمها كتير زي الجريزوفالفين والدابسون، دي من الادويه اللي حضرتك بتستخدمها كتير. غير كده الاي ان اتش أو الايزونيازايد وكمان البيني سلامين، دول الأربعة دراجز المعروف إنهم ممكن يكونوا كبريسبيتيتينج فاكتور لحالات ال DLE، والدراجز اللي ما يفضلش خالص إن أنا أستخدمها مع patient عنده DLE. كمان الغير الدراجز الانفكشنز، بعض الريبورتس بتقول ان الانفكشن لها دور زي بعض الفيروسز، لكن حقيقي ان ما فيش confirmatory studies لrule of infection في الديسكويد لوبس.
جينيتكس بتلعب دور في كل الاميون ميديتد ديس اوردرز، وده دايما بيكون الافيدنس بتاعه من خلال الفاميليال كيسز اللي ممكن تلاقوها في الديسكويت لوبوس، تلاقي الفاميلي فيها اكتر من 1 بيشنت، او كمان من خلال التوين ستاديز لما تلاقي ايدنتيكال توين وده عنده دي ال اي وده كمان عنده نفس المشكلة، وبالتالي ده بيرجح دايما وجود جين بيتحكم في الانيشيشن او الايفوليوشن اوف ذا باثولوجي. بعض الاسوسيشنز مع ال HLA تايبس ده البي 7 من الحاجات اللي ريبورتد في اكتر من حالة، لكن للأسف لحد دلوقتي ما احناش فاهمين بالظبط ايه المشكلة. بيقولوا ان اقرب حاجة للسيناريو اللي بيحصل فيه الديسكويت لوبوس شبيه جدا بالاميون ريسبونس تو فيرال انفكشنز، يعني بيكون في انترفيرونز، ودي من اهم السيتوكاينز اللي بتخرج في كل الفيرال انفكشنز، بيكون في انترفيرونز و تي اتش 1 انفلاماتوري ريسبونس وهافي انفلتريشن بالليمفوسايت، ودي السل الأساسية الموجودة في الديسكويت لوبوس. لكن لقوا كمان ان في another cell وهي البلازما سايتويد دندريتك سل موجودة اكتر مع الحالات اللي بيحصل فيها extensive scarring، لقوا ان في حقيقي correlation ما بين ال number of the infiltrating plasma cytoid dendritic cells و ال incidence و severity of scarring، لان زي ما انتم عارفين المشكلة الاساسية واللي بتقلق ال patient في الاخر ال disfigurement اللي ممكن يحصل نتيجة ال discoid lupus زي ما هنشوف كمان شوية. نتيجة الانفلاماتوري ريسبونس بيبدأ يحصل destruction of the epidermis مع thickening of the basement membrane، وده مميز جدا لكل حالات اللوبوس بعكس ما قلنا في الدرماتوميوسايتس ان ما عنديش اي basement membrane thickening، لكن هنا ده مميز جدا للوبوس in general. واللي يمكن بيكون بيفسر لنا السكارينج اللي بيحصل في النهاية هو the loss of follicular stem cells. الديسكويت لوبوس هنشوف في الباثولوجي كمان شوية الانفلاميشن دايما بيتركز وبيبقى more evident surrounding the adenexal structures والpilosebaceous units، مع كمان الدستركشن اللي هيحصل للفوليكولار ستام سيلز متوقع جدا ان يبدا يحصل فايبروزس اند سكارينج، وللاسف ده بيبقى في النهايه بيرمننت اند ايريفرسبل. ان جنرال في كل حالات اللوبوس الهيستوباثولوجي كتير قريب من بعضه زي ما احنا شايفين، سواء كان اكيوت سب اكيوت اور دي ديسكويد اور دي كرونيك تايب، أو كمان في نوع اسمه تيوميد ال اي واللوبوس بانيكولايتس، كلهم تقريبا فيهم كومن باثولوجيك تشينجز، ومجموعة من الفروقات البسيطة بتحدد لي الاتجاه أكتر مع الكلينيكال بيكتشر. زي مثلا لو شفنا في الديسكويت لوبوس، من المميز ليه في الهيستوباثولوجي عن بقية التايبس ان الانفلتريشن بالليمفوسايتس او الانفلاماتوري سيلز او الانفلاميشن كله بيدور ويحوم حوالين الادنكسل ستراكشرز، سواء كان البايلوسيبيشيس يونت او كمان دي ايكراين ستراكشرز زي ما احنا شايفين في الفيجر. يمكن في انواع تانية من اللوبس مش هنشوف فيها الكاركتر دي، الدي ال اي بيحب جدا السكين ابنديجس والادنكسا ويبدا الدستراكشن كله يدور حولها، بعكس ممكن في نوع تاني زي اللوبس بانيكولايتس، وزي ما انتم عارفين ان كلمه بانيكولايتس معناها انفلاميشن اوف ذا سبكوتينيوس فات، بلاقي المكان الانفلاماتوري سيلز بعيد خالص عن الابر لايرز اوف ذا سكين، ده رايح ديب تو ذا سبكوتينيوس فات، وما بلاقيش الديستريبيوشن المميز سراوندنج ذا ادينكس زي ما شفناه في حالات الديسكويد. برضو لو جينا نشوف في نوع تاني من اللوبس زي التيوميد
هنلاقي ان الانفلاميشن مور prominent، وكمان معاه الفاسكولاريتي بتكون عاليه، وما عنديش برضو البريدليكشن تو دي adnexal structures ولا even epidermal changes واضحه، وده هينعكس على الكلينيكال بيكتشر، وهنشوف ايه المقصود كمان شويه. احنا يهمنا الديسكويد. لو خدنا layers of the skin زي ما دايما متفقين، ناخدها من الإبيدرمس downward علشان ما ننساش أي part of the skin ولا أي pathology ممكن يكون موجود. اتفقنا إن الإميون process اللي بتحصل بينتج عنها destruction و damage of the epidermis، ففي عندي thinning and flattening of the epidermis. ومن المميز جدا للديسكويد لوبوس وجود الفوليكولار بلاجينج. الفوليكولار بلاجينج ده حاجة مميزة جدا، وممكن نلاقي شوية هايبر كيراتوزيس اللي كلينيكالي هنشوفهم as a form of scales. مع الثينينج اوف ذا ابيديرمس، اللوبس هو واحد من اسباب الانترفيس ديرماتايتس، فعندي كمان مشكله في البيزل سيل لاير ان في هيدروبيك ديجنريشن او فاكولار ديجنريشن اوف ذا بيزل سيل لاير، واللي بينتج عنه وجود كمان مجموعه من السيتويد او الكولايد بوديز. اتفقنا ان البيزمنت ممبرين نفسه بيحصل له ثيكنينج في حالات اللوبوس، وده مميز جدا للوبوس بشكل عام. مكان الانفلتريت موجود في الديرمس في اي لير، ده اللي هيحدد لي نوع اللوبوس والسايت اوف بريدليكشن او الديستريبيوشن اوف ذا انفلتريت. هو بيبقى موجود superficial and deep، لكن المميز ليه أكتر وجوده surrounding the adnexal structures, surrounding the hair follicles, surrounding the eccrine glands, the sebaceous glands، وده مميز جدا للديسكويد lupus. كمان ممكن ألاقي فيه deposition of mucin، وده بيحصل فعلا في حالات اللوبس. خلينا نشوف الفيجر ده. الفيجر ده جميل جدا، بيبين لنا اغلب الهيستوباثولوجيك تشينجز اللي بتحصل مع الديسكويت لوبوس. زي ما احنا شايفين فوق خالص الابيديرمس از فيري ثين، حصل فلاتنينج اند ثينينج اوف ذا ابيديرمس، واضح جدا البلاجز الجميله الموجوده في الهير فوليكلز. كمان عندي الهيدروبيك ديجنريشن اوف ذا بيزل سيل لاير بدأ يظهر، وأهم حاجة واضحة في الفيجر ده لو خدنا بالنا الـ distribution of the lymphocytes surrounding the adnexa, surrounding the pilosebaceous unit، وكمان تحت على الـ lower left هتلاقوا surrounding the eccrine glands. دي الـ batchy infiltrate ده مهم جدا، المكان بتاعه بيختار الـ adnexa أو الـ skin appendages. لو احنا في نوع تاني من الكرونيك كوتينيوس لوبس زي ما قلنا في اللوبس بانيكيولايتس، انا مكان الانفلاميشن بتاعي mainly deep in the subcutaneous fat. طيب لو انا عملت immune fluorescence direct immune fluorescence، من المميز لحالات الديسكويد لوبس ان انا الاقي linear band like deposits of IgM along the dermo-epidermal junction، وده مميز جدا للديسكويت لوبس. ساعات في الديفرنشال دياجنوزس للديسكويت لوبس كلينيكالي يبقى قريب من حاجات تانية كتير زي البوليمورفوس لايت ايرابشن، زي the lymphocytic infiltration of جيسنرز، ويمكن الاميون فلوريسنس يكون هو الفاينل كورت واللي يقدر يرجح لي البروبر دياجنوزس. حقيقي مش كل الحالات هنعمل لها immune fluorescence، لكن هو بيساعد في differential diagnosis. كمان من الحاجات اللي بتساعد جدا وأسهل كمان من أني أعمل immune fluorescence أني أبدأ أستخدم الديرموسكوب. Dermoscopy can help in diagnosing and even in staging of discoid lupus lesions، بمعنى ان انا اقدر اعرف هل الليجن ده early legion
ولا خلاص بدأ يبقى اند ستيج وبدأ يحصل فيه سكارينج وفايبروزس، وان احنا خلاص للأسف وصلنا للنهاية الغير سعيدة. early lesions بيميزها تحت الدرماسكوبي وجود اول حاجة the perifollicular white halo، دي مميزة جدا في حالات اللوبس. كمان البلاجنج الفوليكولار بلاجز بتحصل اكتر في الايرلي ليجنز، في النيو ليجنز، لكن الليجنز الاولد او لونج ستاندنج ليجنز بيبدا يقل فيها النمبر اوف ذا فوليكولار بلاجز، وتختفي كمان البيريفوليكولار وايت هيلوز. غير كده بنلاقي طبعا some scaling، even دي حاجة بنشوفها clinically في ال lesions of discoid lupus. يبقى لو احنا في ال early stage هشوف ال findings دي، هشوف perifollicular white halos مع follicular plugging واضح جدا وال scale elements الموجود. لكن كل ما اتحرك اكتر بالتايم، كل ما الليجنز تبقى مور اولد ولونج ستاندنج، بيبدا للاسف البروسيس تنتهي زي ما قلنا في الباثوجينيسيس، ان يحصل ديستراكشن اوف ذا فوليكولار يونتس، ويبدا ندخل في مرحله دي سكارينج. ففي اللونج ستاندنج كيسز هلاقي اكتر ان في عندي حاجه اسمها وايت ستراكشرلس ارياز، اللي هي ريفليكشن للاماكن اللي حصل فيها فايبرودس اور سكارينج. كمان هلاقي تلانجكتاجيا واضحه جدا مع ديسبيجمنتيشن اور ايفن مور اوف براون هايبر بيجمنتيشن. مش هشوف البلاجنج اللي كان موجود، البلاجز هتبدا انها تختفي، مش هشوف الوايت Perifollicular white halos هتبدأ إنها تختفي، وكل الكلام ده يبقى replaced by white structureless areas, telangiectasia and dyspigmentation. يبقى كمان الدرموسكوب ساعدني إن أنا أقدر أحدد البروجنوزس للحالة اللي قدامي أو الليجن اللي أنا بعمل له examination، هل في فرصة إن الهيلينج بتاعه يبقى كويس ولا لا، إحنا خلاص already بدأنا ندخل للأسف في مرحلة السكارينج. مهم جداً. In general, the discoid lupus بنقسمه إلى localized and disseminated، وأغلب الحالات اللي هنشوفها من حسن الحظ إنها تكون localized، يعني ال lesions مكانها في area محددة، وهي غالبا في منطقة the head and neck. لكن لو كان disseminated معنى كده إن ال lesions بدأت كمان تظهر below the neck، اي مكان تاني كمان ممكن تظهر فيه الليجنز، وتبقى more extensive and widespread. لكن دي مش الحالات اللي هنشوفها غالبا، اللي هنشوفه اكتر هو the localized DLA. لكن ال disseminated cases موجودة، واذا بتحصل للأسف دول كمان عندهم ريسك اعلى انهم يتحولوا في النهاية الى systemic lupus. طيب خلينا نشوف الأول الـ localized disease اللي هو بيمثل عندنا أغلب الـ cases. اتفقنا إن الـ localization هيكون في منطقة the head and neck، وما تنساش أبدا في الـ head the scalp، لأنه من الـ common sites للـ discoid lupus، واللي كتير بينتهي بسيكاتريشال alopecia. كمان في الفيس، منطقة الفيس مش أي مكان وبس، ده في common size within the face. طبعا يقدر تلاقي الليجن في أي مكان في منطقة الهاد والناك زي ما هنشوف كمان شوية، لكن في كمان common areas زي منطقة the cheeks وال bridge of the nose. المنطقة دي مهمة جدا في الديسكويت لوبس. كمان ما تنساش اللابس، إنها ممكن يحصل فيها DLA lesions even inside the oral cavity، ممكن يحصل DLA lesions. منطقة زي الـ ears، ودي ناس كتير بتنساها ولو إن إنها من السايتس المميزة للـ DLA، وحقيقي ما عندناش skin lesions كتير بتحصل في منطقة الـ ears، فلما ألاقي lesion هنا أكيد هيبقى الـ differential بتاعي ما هواش حاجات كتير، ومن أهمها الـ discoid lupus. زائد كمان اتفقنا the size of the neck. المشكلة الأساسية السكارينج، وخاصة إذا كمان جه في السكالب هينتهي بسيكاتريشال ألوبيشيا، وده بيحصل بالفعل في one third of patients، وللأسف it's a permanent complication.
شايفين الديسكويد ليجنز ويل ديفايند، اقدر اجيب قلم واحدد كده الباوندرز اوف ذا ليجنز، وكمان عليها سكيلز. السكيلز دي ادهرنت سكيلز. الارثيمتوس باتشز persistent persistent erythematous patches will define covered with adherent scales. Site, characteristic site اتفقنا عند منطقة the cheeks، لكن مفيش أي مانع إنك تلاقيها في أي مكان في ال head وال neck area. أدي another lesions زي ما أنتم شايفين في ال upper left figure. Lips لبس من السايت المهم جدا، كتير جدا يتلخبط مع اللايكن بلانس. حقيقي هما فعلا في بينهم اوفرلاب، ده مش كده وبس، ده فعلا ساعات في حاجات بتيجي اوفرلاب ديلي مع اللايكن بلانس. لكن شايفين الليجنز اللي موجودة على السكين دي، التيبيكال ديسكويد ليجنز ويل ديفاين اريثيميتوس باتشز وذ كفرينج ادهيرنت سكيلز. واتفقنا الديرماسكوبي من الحاجات اللي كتير بتساعدنا في تشخيص حالات الديسكويد لوبس. طبعا الاكستنت اوف ذا ليجنز ممكن يبقى سنجل او مالتيبل ليجنز، لكن السايت فيري كاركترستيك في منطقه الهيد والنك. في ساين بعض الناس بتحب تسال عنها، which is the carpet tack sign or the tin tack sign or the cat tongue sign. كل الفكرة ان احنا متفقين ان السكيلز الموجودة في حالات الديسكويت لوبوس بتكون adherent scales. لو حضرتك جبت حاجة زي فورسيبس وحاولت انك تشيل السكيلز وتعمل لها ريموفل، هتشوف الهورني بلاجز، هتشوف شكل السكيلز وهي عاملة بلاجينج او از استد للهير فوليكل، شكلها بيبقى طالع شبه الكاربت تاك او التين تاك او الكات تونج. طبعا اللي عنده كات ممكن يكون عارف كويس جدا شكل التونج الخاص بالكاتس، انا علاقتي بيهم سطحية جدا. الكاربت تاك طب يعني ايه، والتين تاك دي اساسا يعني ايه؟ طيب ادي يا سيدي الكاربت تاك، شكل السكيل يعني السكيل دي عامله ماشيه بطول الفوليكلز، قافله الفوليكلز زي سداده او ستاد او بلاج. اقرب شكل ليها الكاربت تاك اللي احنا شايفينه فوق، وده بيستخدم زي ما انتم شايفين كده في الفيكسيشن لبعض الكاربتس، حاجه يعني لازم تكون خبير هندسي عشان تعرفها. التين تاك طبعا كلكم عارفين الدبابيس اللطيفة دي، واستخدمتوها اكيد وانتوا في المدارس زمان. والكات تانج بالنسبة لي كانت معلومة جديدة، شكل التانج بتاع الكات مميز جدا، شبه الفكرة بتاعت الكارب تاك او الفوليكولر بلاجز او the horny plugs. كل دي محاولة للتشبيه، اعتقد كده احنا قربنا الصورة قدر الممكن. احنا اتكلمنا على الشكل الاساسي للديسكويد، لكن طبعا في دايما عندنا typical presentations، زي ان الديسكويد لوبس احيانا يجي شبيه بروزيشن. يا سلام، يعني فعلا احنا لو مش عارفين ان دي ديسكويد، هي اقرب حاجة ليها انها تبقى روزيشن. لكن الفرق الاول كلينيكالي ان ما عنديش خالص اي pustules، ودي ممكن طبعا نشوفها جدا في حالات الروزيشن. تاني حاجة لو عملنا histopathology it will confirm the diagnosis. ايه تاني ممكن يجي بيه؟ يجي بيه annular atrophic plaques، وكمان انه يحصل على الفيس. المشكلة ان central بيكون فيه atrophy والبريفري هو اللي باين عليه الاكتيف ليجنز، ده هيدخل في ديفرنشال دايجنوز مع مجموعه كبيره جدا من الانيولر اريثيميتوس ليجنز اللي ممكن نشوفها على الفيس، وده هيلخبطنا الى حد كبير. مش كده وبس، ده كمان في نوع من اللوبوس او الديسكويد بيجي تلانجكتويد، يعني مجرد تلانجكتيجي. حقيقي ده من الصعب كلينيكالي ان انا احلف ان دي ديسكويت لوبس. الهيستوباثولوجي هو الفاينل كورت،
دي عبارة عن مجرد تلانجكتازيا، ممكن تبقى localized still في منطقة الفيس وهو الكومون سايت للديسكويد لوبوس، or even can be generalized. فدي من الحالات اللي مش من السهل ان انا كلينيكلي بس اقول انها ديسكويد، الا اذا كمان كان عندي التيبيكال ديسكويد ليجنز، ده ممكن يقرب لي الدايجنوزس او على الاقل يخليني احاول ان انا اربط الاثنين ببعض. لكن في النهايه الهيستوباثولوجي هيساعد في الكونفيرميشن. كمان ساعات الديسكويد ليجنز تيجي ان ذا فورم اوف اريثيما جايريتم ريبنز. الكلام مرة تانية الهيستوباثولوجي هو اللي هيقدر يكونفيرم انك هتلاقي الباثولوجيك تشينجز اوف لوبس، و sometimes الكيسز دي يكون معاها underlying كارسينوما as a paraneoplastic syndrome، و احيانا ما يكونش فيه اي association، لكن it's a possibility. اتفقنا ان الميكوزال سيرفيسز كان بي انفولفد سبيشالي منطقه اللابس، دي مهمه جدا لانها كتير بتتلخبط مع اللايكين بلانس. نفس الدي اللي اي ديسكويد ليجنز الويل ديفاين بيرسيستنت اريثيميتس باتشز اور بلاكس وعليها الادهيرنت سكيلز ممكن الاقيها على اللابس. ده شكل التاني ممكن تيجي اروجنز قريبه جدا من الاروزيف لايكين. كمان ممكن تيجي وايتش بلاكس على الميكوزا زي اللايكن. حقيقي هما الاثنين اللايكن بلانس والديسكويد لوبس بيكونوا ديفرنشال دايجنوزس في اماكن كتير زي في السكالب وفي الاورال ميكوزا، من الديفرنشال دايجنوزس القوي جدا والتفرقه بينهم ساعات ما بتكونش سهله. اتفقنا في السكالب او المشكله هتكون اكبر لان هنا هينتهي السكار كمان ب permanent cicatricial alopecia. نفس الديسكويد ليجنز اللي شفناها في الفيس بتحصل كمان في السكالب، ده كومون سايت و كومنلي انه ينتهي ب alopecia في 1/3 of patients وهتكون permanent cicatricial alopecia. علشان كده التريتمنت للحالات اللي زي دي لازم يكون اجريسيف ويكون سريع جدا عشان نوقف البروسيس اوف سكارينج ونقلل الدامج قدر الممكن. قلت لكم في البدايه ان الايرز من الاماكن المميزه للديسكويت لوبوس، ما عنديش حاجات كتير بتحصل او درماتوزيس كتير بشوف ليجنز ليها على منطقه الاير، لكن الديسكويد من الكومن سايتس لي ان هو يجي كمان في الايرز. ممكن الاقي الكلاسيك ديسكويد ليجنز will define persistent erythematous patches or blocks covered with scales adherent scales. مع الباثوجينيسيس والبروجريشن اوف ذا ليجنز النهايه ان يحصل عندي سكارينج، ممكن يحصل سيفير اجريسيف ديستراكشن اوف ذا اوراكل زي ما احنا شايفين في الفيجر. والاهم من كده شكل مميز جدا مش هتشوفوه إلا في حالات الديسكويد لوبوس which is the wide follicular pits. الكريبري فورم سكار ده أو الباترن ده من السكار مميز جدا في اللوبوس وكتير نشوفه في منطقة الإيرز، the wide follicular pits في الإكسترنال أوريكل مميز جدا لحالات الديسكويد. فاكرين لما خدنا في اللايكن بلانس وقلنا في عندي variant من اللايكن بلانس بيجي just بإروجن وألسريشن إكستنسيف في السولز ومعاه destruction of the nails. الديسكويد لوبوس كمان ممكن يجي بشكل إكستنسيف ألسريشن of the سول، وده حقيقي من الحالات اللي هيكون صعب جدا كلينيكالي بس إن أنا أقول إنها ديسكويد. تاني حاجة أحيانا يجي العكس خالص، مش ألسر لا ده يجي بهايبر كيراتوزيس زي ما بيحصل sometimes in the palm. فالسايتس دي البرزنتيشن فيها أساسا is not common، ده مش من الكومن سايتس لديسكويت لوبس، لكن كمان لما بيجي في الأماكن دي بيجي بالتيبيكال برزنتيشن، وأكيد هنا هنحتاج إن احنا نعمل differential diagnosis وconfirmation by histopathology. في نوع من الكرونيك كوتينيوس لوبوس which is the hypertrophic DLE. في الهايبرتروفيك ليجنز الاليمنت اوف سكيل بيبقى very prominent، بيبقى عندي thick scaling
وكومنلي ان انا الاقي الليجنز دي على الاكستنسور اوف ذا ارمز زي ما احنا شايفين في الفيجر. والله لو لقينا معاها الكلاسيك ديسكويد لوبس ليجنز ده هيساعدني ان انا اربط الاثنين ببعض واعرف ان ده another variant من نفس الديزيز. لكن مش دايما بيبقى معاها التيبيكال دي ال اي ليجنز، واكيد لو عملنا هيستوباثولوجي هلاقي الفايندنجز اللي شفناها قبل كده في الديسكويد لوبوس. لو لقينا ليجنز بلو ذا نيك او اباف اند بلو ذا نيك احنا كده بنتعامل مع حاله disseminated لوبوس او generalized لوبوس ديسكويد لوبوس، ودي من الحالات مش اللي هتشوفوها اكتر، دي بتحصل مع بعض البيشنز. المشكله الاولانيه ان كلينيكالي ممكن يتلخبط جدا مع السب اكيوت كوتينيوس ال اي، لكن المشكله هنا اكبر لان في السب اكيوت كوتينيوس لوبوس غالبا بينتهي without scarring. هنا لو احنا من الحالة is a disseminated discoid lupus الاساس ان يحصل فيها scarring، فتخيلوا ان هتبقى lesions disseminated وكمان تنتهي ب scarring. ال disfigurement هنا هيكون very aggressive. الحالات دي من الحالات اللي كتير جدا بيبقى الكورس بتاعها persistent and resistant to treatment، وده فرق كبير بينها وبين السيكوالي اللي بيحصل مع السب اكيوت لوبوس. من الفاريانس للكرونيك كوتينيوس لوبوس اللوبوس بانيكيولايتس، وزي ما اتفقنا ان جنرال كلمه بانيكيولايتس معناها انفلاميشن مكانه فين في السب كوتينيوس فات، وهي لوحدها كلمه بانيكيولايتس مش تشخيص، لان تقريبا كل حالات البانيكيولايتس كلينيكالي هتلاقي ويل ديفاين سبكوتينيوس نوديول تقدر انك تحسها كويس جدا بايديك. لكن هي دايما المشكله في كل حالات البانيكيولايتس ان انا اعرف which type، او هل هي لوبس بانيكيولايتس ولا البانيكيولايتس دي نتيجه another condition. اللوبس طبعا ممكن يعمل لنا زي وزي تقريبا كل الكونكتيف تيشو انفلاميشن ديب تو ذا سبكوتينيوس فات. المشكله ان بعد فتره بيبدا يحصل اتروفي اوف ذا فات زي ما احنا شايفين في الفيجر، ويبدا يحصل لوس اوف فات وذ ديسفيجرمنت اند ديبرست سكارينج. والاماكن اللي هنشوف فيها اللوبس بانيكولايتس الاماكن اللي فيها فاتي تيشو اكتر، الاماكن اللي فيها فات سيلز اكتر، من اهمهم طبعا الفيس، فيس زائد كمان دي بروكسيمال ارمز اند ثايز البريست الباتوكس، دي اماكن تركيز او توزيع الفات فيها بيكون اكبر، وبالتالي common sites for lupus panniculitis. شايفين بعد ما حصل atrophy of the subcutaneous fat انتهى ب disfigurement و depressed scars، وللأسف الحالات دي كمان ممكن 3-5% منهم من الديسكويد يتحولوا إلى systemic lupus في حالات اللوبوس panniculitis. سؤال كتير بيحبوا يسألوه إيه الفرق ما بين اللوبوس panniculitis واللوبوس profundus؟ هو البروفاندس is more profundus يعني حاجة more aggressive or more severe. أنا مش بس هيبقى عندي changes موجودة deep في subcutaneous fat، ده أنا الانفلاميشن هيبقى كمان واضح فيه جدا، الإبيدرمال كومبوننت من الانفلاميشن، وهيبقى عندي overlying discoid lupus lesion. يعني هلاقي الكلاسيك lesion بتاع ال DLE موجودة على السكين سيرفس، وكمان السبكوتينيوس فات في انفلتريشن وفي اتروفي بينتهي في النهايه في السبكوتينيوس فات. فللاسف هنا البيكتشر بتبقى مور اجريسيف والديسفيجرمنت بيكون اكتر. نفس السايتس اللي بيجي فيها اللوبس بانيكولايتس، كل الفرق بين الاثنين هل السكين اوفرلاين في ليجن دي لي ليجنز ولا مفهوش. لو في يبقى احنا هنا في البروفاندس which is more severe، لو ما فيش او السكين is completely normal هيبقى اقرب للوبس panniculitis.
نوع تاني خالص وفاريانت تاني خالص شكله مختلف عن كل اللي احنا شفناه، وهو التيومد لوبس. التيومد لوبس اقرب حاجة لشكل الليجن هي الارتكاريال بلاكس، لان هنا مش هلاقي خالص الفوليكولار بلاجنج اللي كلمتكم عنها في الديسكويد لوبس، ولا هلاقي اي سكيلز. الاليمنت اوف سكيل يبقى مش واضح خالص. كل اللي هشوفه عبارة عن اريثيمتوس سوولين بلاكس، وموجودة في الديستريبيوشن بتاعها اكتر مكان في الفيس والترونك، شبه جدا الارتكاريا لكنها بيرزيستنت. ممكن كمان تبقى شبه حاجة زي اللوبس راش اللي بنشوفه، او المالر راش اللي بنشوفه في حالات السيستميك لوبس. ممكن تبقى شبه البوليمورفيك لايت ايربشن البلايك تايب. صعب جدا ان انت تحلف ان دي ديسكويد الا اذا اخدنا منها سكين بايوبسي. كمان ممكن تيجي في الترانك ويبقى شكلها قريب جدا من الارتكاريا فعلا والاريثيما انيولار، فده نوع مميز جدا من الديسكويد لوبس اسمه دي تيومد لوبس. من حسن الحظ ان الحالات دي غالبا ما بيحصلش فيها سكارينج، لان الابيدرمال تشينجز فيها بتكون فيري مايلد. في نوع اسمه دي تشيل بلين لوبس، حقيقي كلينيكالي شبه جدا الشيل بلين العادي اللي احنا بنشوفه في وقت الشتاء. والشيل بلين لوبس ممكن يحصل مع الديسكويد، او كمان نشوف الليجنز دي في حالات السيستميك لوبس. زي الشيل بلين العادي البريدليكشن سايز هي الاكرال سايز زي الفينجرز والتوز التاب اوف ذا نوز. ممكن يحصل الليجنز دي تظهر اكتر مع البريجننسي، وسام تايمز يكون كمان معاها اسوسيشنز زي الكرايوفايبرينوجينيميا. نفتكر كده تاني السايز او الكومن سايز للكرونيك كوتينيوس لوبس. اتفقنا ان اللوبس بانيكولايتس بيحب الاماكن الفاتي، الاماكن اللي فيها فات سيلز بكمية اكبر، زي طبعا رقم واحد الفيس، البروكسيمال ارمز، البراست والثايز والباتوكس. الديسكويد لوبس اللوكالايز تايب منه منطقة الهيد والنيك، وطبعا ما تنسوش السكالب مع السيكاتريشال الوبيشيا اللي ممكن تحصل. التيومد الاي الفيس والترانك والليجنز شبيهة جدا بالارتكاريا. الشيل بلين لوبس زي اي شيل بلين بيحصل في الاكستريميتيز او في الاكرال سايتس زي الفينجرز والتوز. طيب ايه هو الديفرنشال دايجنوزيس لحالات الديسكويد لوبس او الدي ال اي؟ حقيقي هما سموه ديسكويد لوبس ريثماتوزس عشان يفرقوه من اللوبس فالجارس، لان هما الاتنين فيهم شبه على الاقل، ان هما الاتنين بيحصلوا كومالي على الفيس. اللوبس فالجارس او التوبركلوزس غالبا بيحصل at early age، بعكس ما قلنا في الديسكويد ان احنا في الفيميز في الفورث ديكيد اوف لايف. كمان انه بيبقى مور اسيمتريك وماي ulcerate even lesions على الفيس، مميز ان يحصل فيها ulceration. وعندي حاجة اسمها apple jelly nodules، ودي بتحصل مع اللوبس فالجاريس وبعض الجرانيلوميتس ديرماتوزيس. حقيقي ان الهيستوباثولوجي هنا فرق كبير جدا ما بين الاثنين، ويقدر يأكد لك اذا كانت ديسكويد لوبس ولا لوبس فالجاريس. المشكله اكبر مع الليمفوسيتك انفلتريت اوف جيسنرز، لان كلينيكال كتير بيكونوا قريبين من بعض. حتى لما بناخد هيستوباثولوجي بال H&E ممكن تلاقي البيكتشر قريبه، يمكن الليمفوسيتك انفلتريت اعلى في الليمفوسيتك انفلتريت اوف جيسنرز. لكن اللي تقدر تأكد بيه هو الاميون فلوريسنس، لان مع الجيسنرز ليمفوستيك انفلتريت مفيش اميونوجلوبولين ديبوزيشن ادي ديرمو ابيدرمال جانكشن زي ما شفنا في حالات الديسكويد.
المشكلة التانية يعتبر ده من أقوى الـ differential diagnoses الـ plague type polymorphic light eruption. برضو هنا الـ immune fluorescence هو اللي هيساعدني أكتر في الـ diagnosis، لأن مفيش عندي الـ deposits اللي بتحصل في الـ discoid lupus. لو عندي الفاريانت اللي هو شبه الروزيشيا، اكيد اول ديفرنشال هتكون الروزيشيا، واتفقنا ان مفيش باستيولز، كمان الهيستوباثولوجي از توتالي ديفرنت. في حاجه اسمها ريتيكولار اريثيميتس ميوسينوزس، ودي حاجه عليها كونتروفيرس، لان في بيعتبروا ان هي التيوميد لوبس، وفي ناس بتفصلهم عن بعض، فممكن تحطها في الديفرنشال او يعتبر هي والتيوميد ال اي one of the same condition. بعض الحاجات مثلا لو عندي تشيلبلين لوبس، لازم اعرف هل هو تشيلبلين ولا لوبس، ده اول ديفرنشال، هل هي حاجه سيمبل ولا رياكشن تو كولد، ولا حقيقي تكون مشكله اكبر وتكون ديسكويد اور ايفن از ا بارت اوف سيستميك لوبس. لو الانيولر اتروفيك بلاكس اللي شفناها هتدخل مع اذر اتروفيك ليجنز زي المورفيا واللايكين سكليروزس، يعني حسب البرزنتيشن ممكن يكون الديفرنشال دايجنوزيس بتاعك. اهم حاجه في السكالب ان هي واحده من اسباب السيكاتريشال الوبيشيا، واهم ديفرنشال ليها هو اللايكين بلانوبايلاريس، لان هو كمان بينتهي بسيكاتريشال الوبيشيا. لو في حالة لوبس بانيكولايتس، اتفقنا ان كلمة بانيكولايتس لوحدها ما هياش تشخيص، لازم نحاول نعرف ال disease inducing this inflammation into the subcutaneous fat. ال legions of discoid lupus على اللبس وفي الأورال كافيتي كتير جدا تتلخبط مع اللايكين بلانس زي ما بيحصل مع السكالب، وده a very important differential diagnosis. خلينا نشوف الفيت او البروجنوزس لحالات الديسكويد لوبس. المشكله ان احنا قلنا من البدايه ان ده كرونيك كوتينيوس لوبس للاسف، يعني اتس ا كرونيك ديزيز، يعني في ريميشن اكسسربيشن، نادرا لما يحصل سبونتينيوس ريزوليوشن وان الليجنز تريزولف، غالبا هيبقى فيه ليجنز بتظهر وبتختفي من وقت للتاني. ايه المشكلة؟ المشكلة ان الـ long standing discoid lupus lesions predisposing factor for squamous cell carcinoma ممكن يحصل on top secondary tumors. ايه تاني المشكلة؟ المشكلة ان انا عندي risk ان يتحول الديسكويد الى systemic lupus، واللي هو اكيد more serious risk من 10 to 20% of patients will develop systemic lupus. واكتر ناس at risk اللي عندهم من البداية disseminated disease، واحنا اتفقنا من حسن الحظ ان دول مش الكاتيجوري الاكبر من البيشنز، اغلب البيشنز هيكونوا of localized disease، لكن في مجموعة هتكون عندها disseminated discoid، ودول خلي بالك منهم اكتر لان دول عندهم ريسك اعلى انهم يدخلوا بعد كده في systemic lupus. الحقيقة ان المشكلة الكبيرة قبل كل الكلام ده ان الديسكويد نفسه بينتهي غالبا بسكارينج، وان الليجنز للاسف الكومن سايت ليها في الهيد والناك، يعني في الفيس، يعني في السكالب، وبالتالي الديسفيجرمنت بيكون قوي جدا في حالات الديسكويد لوبس، كمان مع الكرونيستي اوف ذا كونديشن والريميشنز والاكسربيشنز وظهور ليجنز جديدة من وقت للتاني، كل واحد هيروح هيسيب مكانه سكار. السكارينج في الديسكويد لوبس له اكتر من شكل، ممكن يبقى اتروفيك او هايبرتروفيك، لكن المميز اكتر هو the cribriform or acneiform scar اللي احنا شايفينه، وللأسف الديسفيجرمنت بيكون عالي جدا زي ما شفنا كمان في الاكسترنال ear the wide follicular pits، ده اللي بنسميه الكريبري فور سكار. في سيلبريتيز كتير معروفين ان هم عندهم لوبس، ومن اشهرهم الراجل الجميل ده سيل، ده ميوزيشن اور سينجر،
وللأسف هو بيحكي عن معاناته مع الديسكويد لوبس، وبيقول إن هو في البداية كان كتير جدا متضايق من السكارز الرهيبة اللي ظهرت بعد إصابته بالديسكويد لوبس، لكن مع الوقت بدأ بالعكس إن هو يحب السكارز بتاعته، ويعتقد إن هي بالعكس دي هي شيء بيميزه عن الآخرين. الناس هنا فلسفتهم مختلفة، مش كل الناس هتقدر تقبل الفكرة. ساعات كتير السكارز بتكون very disfiguring، خاصة في الناس الدارك سكين، لأن كتير بيبقى كمان معاها ديس بيجمنتيشن، هايبر أور هايبو بيجمنتيشن، وغالبا بيكون السنتر في هايبو بيجمنتيشن والبوردر أور ذا بريفري أوف ذا ريجن هيل with هايبر بيجمنتيشن. ده ساعات كمان البيجمنتيشن تبقى شبيهة جدا بالفيتيليجو وتبقى دي بيجمنتيشن. كتير ممكن تتلخبط، الناس تفتكر ان اللون الابيض ده هو فعلا شبه الفيتيليجو الى حد كبير، لكن اكيد الفيتيليجو مش من الحاجات اللي بتعمل لحضرتك سكارينج. ده كومن ان يحصل اكتر مع الدارك سكين patients. Sometimes كمان in lesions يحصل فيها calcification، وده أكتر مع اللوبس panniculitis. In general لو عايز تأكد التشخيص ممكن تحتاج تعمل skin biopsy، وهي تقدر تساعدك، وطبعا الimmune fluorescence يقدر يأكد في حالات كتير ال diagnosis of DLA. الانفستيجيشنز اكتر من كده لو هنعملها هنعملها عشان نستبعد ان البيشنت يكون عنده سيستميك لوبس، وان يكون الدي ال اي از ا بارت اوف اس ال اي، او ان انا اعمل بيز لاين للبيشنت بتاعي النهارده اعرف ان هو فري وجاست دي ال اي. مع الوقت المفروض ان انا اعمل الانفستيجيشنز مرة تانية علشان الحالات اللي ممكن تتحول الى سيستميك، العشرة او العشرين في المية اللي ممكن يتحولوا من ديسكويد الى سيستميك لوبس، دول لو انا بعمل بروبر فولو اب هقدر على طول اكتشف ايرلي ان هم دخلوا في سيستميك لوبس. هعرف ازاي اذا ما كانش عندي البيز لاين سيرولوجي بتاع البيشنت، اذا ما كانش عندي البيز لاين انتي نيوكلير انتي بوديز والاكستراكتبل نيوكلير انتيجنز من البدايه، وعامل كيدني فانكشن وعامل يورين اناليسيز وعامل سي بي سي، اعرف كل البيز لاين لاب ريزلتس للبيشنت بتاعتي. يعني النهارده عرفت ان ما عندوش اي سيستميك اسوسيشنز او ما فيش ابنورماليتيز ترجح ان هو systemic lupus، لكن ممكن بعد فترة ما تيجي تعيد تلاقي ان حصل change في السيرولوجي. كمان دول اكتر من الحالات اللي هي من بداية disseminated discoid lupus، دول اعلى risk ان هم يتحولوا الى systemic lupus erythematosus. لان الانتي ملاريالز لها دور اساسي في علاج الديسكويد، لازم البيشنتس يتعمل لهم اوفثالميك ايفالويشن، لان هنعرف كمان شويه من اهم واخطر السايد افكتس للانتي ملاريالز، هي انها بتسبب لنا اوكيولار كومبليكيشنز ومن اهمها الريتينوباثي. جنرالي البيشنز مفروض ان هم يبعدوا عن السان اكسبوجر، لان هي واحده من التريجرنج فاكتورز للديسكويد ليجنز زي ما قلنا في البدايه. لكن الفيرست لاين تريتمنت ان انا ابدا بتوبيكال ستيرويدز، حاجه زي البيتا ميثازون فاليريت، اشهر حاجه حاجه زي البيتا ديرم اللي كلكم عارفينه. والاستخدام التوبيكال ستيرويدز لوحده بيساعد جدا، كمان من حقك ان تستخدم هاير بوتنسي، لكن خلي بالك من السايد افكتس، وممكن حتى ان انا احقن الكورتيكوستيرويدز انتراليجنال في الريزيستنت ليجنز زي اللاب ليجنز ايفن انسايد ذا ماوث. وممكن يكون الالترناتيف بتاعي از ا فيرست لاين التاكراليمس لو مش قادر استخدم الكورتيكوستيرويد، او في ريزيستنس او كونترا انديكيشن او سايد افكت حصل منها، ممكن في الفيرست لاين تشويس عندي يكون التاكراليمس. كتير بننسى التاكراليمس مع حالات الديسكويد لوبس.
طيب في السكند لاين ان انا استخدم اورال او سيستميك ثيرابي، وامتى هلجأ ان انا احتاج سيستميك ثيرابي في الكوتينيوس لوبوس؟ لو عندي اجريسيف ديزيز اور اكستنسيف وايد سبريد او بروجريسيف سكارينج زي اللي بيحصل في السكالب او في الفيس، وبالتالي هيعمل لي ديسفيجرمنت وهيعمل لي سيكاتريشال الوبيشيا. لو عايزه اوقف البروسيس دي، لو عايزه اوقف الباثولوجي بسرعه، اسرع حاجه في الاكشن هي الكورتيكوستيرويدز زي الاورال بريدنيزولون، وبجرعه ما هياش عاليه ولا حاجه، نص ملي جرام بير كي جي، هتديك رابيد كنترول وارست للباثولوجي، وهتديك اكشن سريع. وده هدفي منها ان انا اخد كويك اكشن واقلل الريسك اوف سكارينج. مش هيكون الهدف بتاعي ان انا استخدم الكورتيكوستيرويدز باستمرار اورالي في علاج حالات الديسكويد. ده is not the aim of the treatment هنا. انا هدفي لو انا عندي extensive case ان انا بسرعة استخدم الدراج اللي يقدر فعلا يمنع او يقلل ال risk of scarring، لان يعني السكار ده اتفقنا مكانه غالبا هيكون في الفيس او في السكالب، ودي اماكن مهم جدا cosmetically ان انا اوقف او اقلل قدر الممكن السكارز اللي هتحصل. فاللي هيديني نتيجة النهاردة بسرعة هو الأورال ستيرويدز. لكن هي زي ما انتم عارفين لها مشاكل كتيرة جدا. ده فيه كمان في بعض الاكستنسيف كيسز اللي ممكن يدي الستيرويدز as a pulse therapy، لكن المشكلة انا ما اقدرش استخدمها على اللونج ران، لان السايد افكس هتكون كتيرة جدا. وبالعكس انا مجرد ان انا هستخدمها كبريدج ثيرابي علشان هيئ البيشن لاستخدام الانتي مالاريالز. الفيرست لاين حقيقي هي الانتي مالاريالز، ودورها اساسي جدا في علاج حالات الديسكويد لوبس. لكن لان الاكشن بتاع الانتي مالاريالز بيبقى ديليد او ابطا بكتير من الستيرويدز، حقيقي ما اقدرش لو عندي اجريسيف كيس ان انا ابدا بالانتي مالاريالز. لازم اكون بادئ بالستيرويدز، او ممكن ابدا بالاثنين وهكمل في الانجوينج ثيرابي بالانتي مالاري. يعني الاستيرويد هتبقى زي بريدج، زي كوبري هعدي بيه علشان اعدي بيه البيشنت للاساس بتاعي هو الانتي مالاريالز. واهم واحد في الانتي مالاريالز هو الهيدروكسي كلوروكوين او البلاكونيل، وبنبدا بجرعه توايس ديلي 200 ملي جرام، وبعد كده ما بيحصل امبروف، ممكن اقلل الدوز الى وانس بير داي. يعتبر الهيدروكسي كلوروكوين هو اهم واحد، ويعني اقل سايد افكت في الانتي مالاريالز، لان هنلاقي ان الاذر انتي مالاريالز كلهم ليهم مشاكلهم، لكن ده يعتبر اقل واحد فيهم واكتر واحد فعلا بيستخدم. لان في ايه تاني في الانتي مالاريالز غير الهيدروكسي كلوروكوين؟ في عندي الكلوروكوين، وده التوكسيستي بتاعته على العين اكتر بكتير من الهيدروكسي كلوروكوين. وفي واحد تاني الميباكرين، وده للاسف كمان بيعمل yellowish discoloration of the skin، يمكن يكون سيف على العين لكن بيسبب complication تانية. فأقل واحد في الcomplications هو الهيدروكسي كلوروكوين، أو أشهر واحد هو البلاكونيل. in general كل الانتي مالاريالز طالما ان هي المينستاي بتاعي في التريتمنت، لو انا محتاج استخدم حاجة اورال، ان انا لازم اعمل baseline ophthalmic evaluation للpatient، لان اكبر side effect ممكن يحصل من anti malarials هي الocular complications، واهمهم retinopathy، وكمان ممكن يحصل corneal deposits. دي complication خطيرة جدا. انا همشي الpatient at least 6 months على anti malarials، لازم اعمل regular follow up وأبعت البيشن بتاعي للزميل في الرمد أنه يفاليويت لظهور أي complication during the course of treatment، وقبل أساساً ما نبدأ التريتمنت as a baseline.
الانتي مالاريالز لها سايد افكتس كتير، منها زي ما قلنا واحنا بنشرح في موضوع اللايكين واللايكينويد رياكشنز. من احد اسباب اللايكينويد رياكشنز كمان ممكن تعمل لنا اريثروديرما، وممكن كمان يحصل منها سايكياتريك ابنورماليتيز. اخر لاين والثيرد لاين هو ان انا استخدم ادويه مور اجريسيف شويه زي الثاليدوماين والميثوريكسيت والمايكوفينوليت مافيتيل، دول من الثيرد لاين مش هلجأ ليهم الا اذا فشلت معايا الفيرست والسكند لاين. وكل الدراجز دي هتلاقوا ان ليها سايد افكتس برضو كبيره زي ما انتم عارفين، الثاليدومايد والتراتوجينيسيتي والبريفرال نيوروباثي اللي بيسببه. ممكن كمان استخدم الانترافينوس اميونوجلوبولينز في بعض حالات اللوبوس بانيكولايتس، وفي كتير بيستخدموا البالس ثيرابي من السايكلوفوسفامايد مع الميثايل بريدنيزولون as a pulse therapy in severe cases. كده يبقى احنا خلصنا الجزء الاول من اللوبوس وهو الديسكويد، وان شاء الله نكمل المرة الجاية باقي الـ types of lupus. اشوفكم على خير.